المساعد الاول اعترض عليه وقعد برضه قال له شويه الفاظ بقى مش هينفع نقولها، فالمساعد استدعاني قال لي اديله انذار فاديته انذار. كانت الفاظ موجهه من حضرتك احمد علي؟ اه طبعا طب كنت حضرتك ذكرت الالفاظ دي في المحضر في التقرير بتاع الحاج ولا هو دلوقتي مثلا في بعض العيله المقاولين اللي كانوا واقفين بيقولوا ان هو قال حاجه حضرتك سمعتها غلط يعني هو كان بيقول هو كان بيوجه يعني كان بيقول كلمه للحكم كده علي قال ثلاث الفاظ وعقب على روح فين بالطرف في 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 لفظ فيهم اللي حضرتك قلت يعني اللي حضرتك ترد عليه بيقول ان هو كان بيقول انتوا بتجمدوا علينا ثلاث الفاظ ثلاث الفاظ ورا بعض بيتعاقب الواحده فيهم من اقوال التهديد، فان كان انا في واحده سمعتها هو قال حاجه وانا سمعتها حاجه ثانيه ده ما حصلش طبعا لان انا سامع كويس قوي الاثنين اللي غيرهم تانيين بيطلعوا له طيب كان في وقت كنت حضرتك هتنهي فيه المباراه في الدقيقه 75 يعني كان ايه اللي حصل برضه يعني لا عدد اللاعبين قانونا عدد اللاعبين لا يسمح باستمرار المباراه فانا سالت الجماعة المصابين هيلعبوا ولا مش هيلعبوا فقالوا لا المصابين هينزلوا فاستنيت لغايه ما المصاب اتعالج ونزل وكمل طب تعليق حضرتك ايه بقى الزمالك اللي بيقول لك هينسحب من الدوري انا ليه دعوه بالقانون راضي عن ادائك النهارده وشايف الحمد لله